بالتأكيد هسألك على منتخب تشيلي ومشاركته في كوبا أمريكا الأخيرة، كيف تقيم هذه المشاركة اللي كنا نتوقع أنها ممكن تكون، أو يعني منتخب تشيلي كان يبقى في أماكن أفضل من كده في هذه البطولة؟ لماذا تراجع المنتخب تشيلي في هذه البطولة من وجهة نظرك؟ نعم، أنت على حق، كانت هناك تطلعات كبيرة، كنا نتطلع لتقديم صورة طيبة ونسخة كبيرة لمنتخب تشيلي. البطولة لم تكن سهلة بالنظر للمنتخبات المشاركة في، سواء في المجموعة كان معنا الأرجنتين وكندا، ولهذا أعتقد أننا لم نظهر بالشكل المطلوب. كانت هناك تطلعات كبيرة، هناك عوامل كثيرة لهذه الصورة الباهتة التي قدمناها. لقد انتقلنا بفترة قصيرة إلى ميامي قبل بداية البطولة، كنا آخر المنتخبات التي وصلت إلى الولايات المتحدة. ولكن فيما يتعلق بالتحضير، قمنا بتحضير جيد للغاية في سانتياغو في تشيلي، ولكن في الفريق أظهر نوعا ما صلابة وقوة في الأداء، ولكن فيما يتعلق باللعب افتقدنا لأمور كثيرة داخل الملعب في كوبا أمريكا، وهذه هي العناصر التي تساعدك على حصد اللقب في هذه البطولة.